يعني يكرت كل القرآن الكريم شوية عربي مترجم. وإنجليزي ايوه مترجم، وبعد ذلك يعني جاهزة أوكي المخ القلب الروح كل شيء دخل قناعة الإسلام كاملة، خلاص. بعدين أشهد أن لا إيه إله إلا الله وأن بعدين محمدا رسول الله. الله. يا خالقنا يا حوم. ما زلنا مع مريم الأمريكية حديثة العهد بالإسلام، وأمها ماريا اللي سمت نفسها فاطمة. ها يس فاطمة، فاطمة اللي سمت نفسها فاطمة، كلاهما من الجنسية الأمريكية من واشنطن، الأم من أصول مكسيكية، البنت أبوها ألماني على إيطالي على ها تشكيلة كوكتيل 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 ها كوكتيل. طبعا احنا نريد أن نسأل هذه العلاقة الحلوة بينك وبين أمك، وأنتم ما صار لكم سنة على الإسلام، ها وتقولين أمك صديقتك صح وحبيبتك، كيف تتواصلين معها عن بعد؟ هي الآن جاية زايرتك أسبوع، زين، فكيف تتواصلين معها مثلا؟ الإيميل أي ما شاء الله أمي أرسلني إيميل يعني مرتين أي أسبوع شيء من الإسلام، يعني دعاء وآيات من القرآن، يعني شيء شديد مثلا لا قوة إلا بالله من أمي لا ما قوة شاء إلا الله. بالله. ها؟ والله لا حول ولا قوة أكبر بالله، شيء كذي شوي 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 أشياء خفيفة حسب قدرتها اللغوية، ما شاء وها الله. حسب قدرتها اللغوية هي يعني تبي علم العربي، تبي تتعلم العربية إن قلتي شاء الله. إن شاء الله تتعلمين اللغة العربية. مريم أنت أين تعلمتي العربية؟ أين تعلمتي العربية؟ بالجامعة، جامعة واشنطن. بعدين؟ بس سيف الماضي. أيوة. بس ويعني داخل الكويت كلمت مع أصدقائي ويعني ما دخلتي ما دخلتي سكشن؟ في واحد فصل داخل الجامعة الأمريكية في الكويت يعني أنا الكواد، كواد عربي، وعندي درس أنا التجويد. تجويد القرآن الكريم. إيه طبعا احنا نقول حق الناس يا جماعة الإيميل مفيد والتواصل عبر النت مفيد، لكن شوفوا عمق التواصل بين الأم وبنتها في التواصي بالحق والتواصي بالصبر والخير. أنت عندك صديقة أردنية وأمك عندها صديقة أردنية. صديقتك اسمها؟ روبا. روبا. وصديقة أمك؟ روبا. روبا هذه عجيبة هذه. قصة الله. قصة الستوري مالت أمك مع الأردنية. كومو era la historia de روبا؟ روبا trabajaba conmigo y ella oraba y yo le preguntaba a ella cómo hacía porque oraba distinto que yo oraba. Y ella lavaba su cara y yo le decía por qué. هي تعرفت عليها روبا داخل الشغل، هي موظفة أيضا في أمريكا. في أمريكا. وهي روبا أمي شفت روبا، شايفة روبا يعني سويت الوضوء تتوضأ، رأت روبا تتوضأ وتصلي. وشفت تصلي مو كذي بالمسيحي. هي ليش غير؟ ليش غير؟ أول مرة تشوف مسلمة. ما شاء الله ليش وضوء قبل الصلاة؟ ما شاء الله. روبا تعلمها وايد شيء دخل عن الإسلام، بس هي عندما هذا الوقت مو جاهزة يعني للأخذ والإسلام. أمك مو جاهزة، ما كانت مستعدة. وبعدين أسلمت. أنت قلتي لي أن أمك تبي توجه رسالة حق روبا أني أسلمت وروبا رجعت الأردن، فممكن توجهها عن طريق التلفزيون الحين، ممكن تعطي رسالة إن شاء الله. نداء، خلي تقول. Dice que pide por la Ruba ahora a la tele. Pregúntale si dónde está. ¿En español? ¿En español? Ruba, yo solamente hablo español, pero quiero que puedas comunicarte conmigo porque ahora yo ya pertenezco al pueblo musulmano y yo tengo mucho orgullo de esto. Allah. هي يقول روبا وينك الحين أنا يعني دخل الأمة الإسلامي أبي أكلم. وصلت الرسالة يا روبا، وإحنا نحط الإيميل حقك. إيميل مس قولي الإيميل مسلمة
M-U-S-L-E, the letter E, M-A, at live.com. مسلمة at live.com. إنزين روبا بنت منو عطيتك؟ Thank you. شكرا. إنزين روبا اسم أبوها إيش؟ ¿Cómo se llama el apellido de ella? No me acuerdo. ¿Ma tezker? No. ¿Ma tezker, Roba? طيب لماذا ذهبت إلى البحرين في أيام قليلة ورأيت لك صورة في مع السفير الكويتي هناك اللي هو عزام الصباح مع فريق من الطلبة مع الطالبات هناك؟ أنا أفكر شيء مهم داخل الإسلام يعني الواجب كل المسلمين عالم عن الدنيا السياسة البيئة كل شيء مهم داخل الإسلام واجب وأنا مع زملائي بالجامعة الأمريكية في الكويت ذهبنا إلى البحرين لعلم عن الشيء يعني عن الأمم المتحدة. عن الأمم المتحدة. إيه الأمم المتحدة أنا وأصدقائي ربحنا الـ award. جائزة. إيه دبلوماسية. فزتوا يعني المنصب الأول صحيح حلو. دائما نريدك هكذا متفوقة. دائما الاول دائما نمبر 1 زين في الدراسه في البيت في الاخلاق في كل شيء ان شاء الله الدبلوماسيه مهم يعني اسلام مو تيرورزم سلام دبلوماسيه مهم ها يعني 11 سبتمبر مو كذي ما اثر مو عليكم هذا مو سياسه هذا مو غير أيوة. بالدنيا أيوة. الغير يعني الطريقة الدبلوماسي الصلاة الدعاء الدعوة الطريقة القيامي هذا أيضا الدفاع عن النفس نعم هذا كله من الإسلام لكن 11 سبتمبر ما أثر عليكم إسلام إرهاب إسلام هذا مو إسلام يعني مو دين هذا مو أي دين هذا شيء غلط مو فكرت هذا الناس مع الإسلام. Por un momento. شيء ثاني. شيء ثاني. شو تقول؟ Sí, pero el septiembre 11 sí hizo un impacto un poco negativo, pero después de eso ha ayudado a que nosotros una cosa nueva, porque Dios permitió que por medio de eso mucha gente conociera el Islam. في الحقيقة أمي يقول الشيء بالسبتمبر 11 يعني شيء يعني وايد bad thing tragedy يعني بس شيء أحسن من هذا يعني كل الناس بالأمريكا شنو الإسلام شنو هذا يعني الإسلام بالأخبار الإسلام كل مكان يعني وايد شخص ناس بالأمريكا يبون أصبحوا الإسلام. يعني دخلوا في الإسلام. يعني هو هذا يعني أثار سؤال عن الإسلام لكن هذا السلوك في قتل المدنيين في اقتحام الناس الآمنين في أماكنهم مهما كان لا يرضاه الإسلام وهذا دائما نقوله أن أخطاء المسلمين ليست حكما على الإسلام إنما الإسلام بقواعده وأحكامه وأخلاقه هي الحكم على سلوك المسلمين. وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل. يا خالق واملأ عالمنا الحب. مريم المسلمة الأمريكية الجديدة فاطمة. Yes. ماريا أول مسلمة الأمريكية الجديدة أيضا. إيش حكاية؟